مطلب. البحث الثاني الذي لا بد أن يقع الحديث عنه هو ما هو المراد من الصراط، ولماذا وصف أنه مستقيم، ولماذا لم يثنى ولم يجمع في القرآن الكريم، ولماذا لم ينسب إلى غيره تعالى. وهذا بخلافه في السبيل، فإنه أولا ثني وجمع في القرآن الكريم ونسب إلى نفسه وإلى غيره، نسبه الله إلى نفسه وإلى غيره. ثم السبيل أيضا ينقسم إلى أقسام، سبيل المؤمنين وسبيل الكافرين إلى غير ذلك من الأبحاث. فهنا عدة أبحاث لا بد أن نقف عليها تباعا. البحث الأول، ما هو الصراط لغة؟ يقول كما هي طريقة السيد العلامة، يقول الصراط الطريق السبيل بمعنى واحد أو قريب المعنى في اللغة. هسه الخصوصيات ما هي لا تهم في البحث التفسيري شيء. الصراط الطريق السبيل هي بمعنى واحد، فهو والطريق والسبيل قريب المعنى، متقاربات هذه. ولكن السؤال الذي لا بد أن يطرح قبل الدخول في بحث الصراط هو ما الدليل على أن الإنسان يحتاج إلى الصراط للعبادة؟ هذا البحث لم يتعرض له السيد العلامة إلا بنحو التلميح. لماذا يحتاج الإنسان إلى الصراط، إلى الطريق في العبادة؟ الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان موجود ساكن أو موجود متحرك. القرآن صريح في هذا المعنى. طبعا ما أريد أدخل الأبحاث الفلسفية في المقام. ها، الإنسان كما يقول القرآن الكريم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. إذن عنده سفر، كادح إلى ربك، يعني لا بد أن يوجد مبدأ ولا بد أن يوجد ماذا؟ منتهى. فإذا كان هناك مبدأ ومنتهى نحتاج إلى ماذا؟ إلى صراط. فإذا الموجود الإنساني سنخ موجود يبدأ من نقطة ولا يقف عند تلك النقطة، يعني يستحيل أن يقف عند نقطة معينة، وإنما يبدأ ماذا؟ يبدأ بحركة. هسه هذه الحركة جوهرية عرضية مو مهم، المهم يبدأ بحركة لينتهي إلى منتهى. فلهذا أنت تجد عندما يبدأ نطفة، علقة، مخلقة، غير مخلقة، إلى أن كسوناه لحما ثم عظاما، إلى فكسوناه لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن أكو حركة، يعني مو واقف، بدأ من نطفة صحيح، ولكنه إلى أن صار ماذا؟ ها؟ أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ها؟ في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. هسه إذا رددناه أسفل سافلين إذا يريد يصعد مرة أخرى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبينا في أبحاث سابقة بأنه هذه أسفل سافلين، يعني في سلم الوجود، يعني الله يقول خلقته أحسن صورة، ثم نزل في مراتب الوجود إلى أن جاء ماذا؟ في عالمكم، يعني عالم المادة التي هي أدون العوالم وأخس العوالم، أخس وأدون يعني أضعف العوالم، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين: لم ينظر إليها مذ خلقها. أصلا هذه مرتبتها في عالم الوجود. وبتعبيره عليه أفضل الصلاة والسلام: من هوان الدنيا على الله أن لا يعصى الله إلا فيها. هذه خصوصيات هذه النشأة. فإذا هي ماذا؟ أكو بعد عالم أسفل منها أو لا يوجد عالم أسفل منها؟ فهي أسفل السافلين. خب هذه أسفل السافلين، الإنسان يقف هنا لو لابد يمشي، ها؟ لابد أن يعرج. فلهذا الصلاة ها معراج المؤمن. إذن لابد أن يعرج، عند طريق لابد أن ينتهي، لابد أن يسافر، ولكنه هذا السفر تارة سفر مادي، يخرج من هذا المكان إلى ذاك المكان. هذا السفر نسميه سفر عرضي،
ولكن أخرى السفر شنو؟ سفر معنوي، ولكن هذا السفر المعنوي طولي طولي. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. عجيب، يعني أنا أطلع من باب الحوش هنا وبالطريق أموت أجري على الله، على شنو يعني؟ شنو يعني؟ افترض أنا كانت نيتي أنه أقوم بعمل محرم هناك، هم أجري على الله؟ لحد هذا يا خروج ويا أجر على الله. ليش؟ هنا ذكر المحققون بابا هذا مو البيت المادي وإنما البيت المعنوي، أنت تخرج من الأنانية إليه سبحانه وتعالى. ومن يخرج من بيته، مو البيت المادي حتى تقول خب أنا طلعت من البيت بالطريقة متت إذا أجري على من؟ على الله. لا، مو هالشكل. بعض الروايات ذكرت أنه في الحج، وكل ذهب كل من يذهب إلى الحج ويموت في الطريق أجره على الله. لا، لعله أساسا نيته في الحج ليس لله، ممكن لو غير ممكن هم أجره على الله. فلهذا ذكروا بأنه يخرج يعني يسافر إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قول عيسى لأنصاره: من أنصاري إلى الله. إلى الله، التفتوا جيدا. أنا قلت في بالأمس الإخوة لا يتبادر إلى ذهنهم هذا نقل بالمعنى، تقول بابا هسه هي الرواية مع الله بس هذا الناقل نقلها اشتباها. لا، هذه كلمات الحق كما هي في اللوح المحفوظ. من أنصاري ها إلى الله، تعالوا نريد نسافر إلى الله، هسه من وياي في الطريق. إذن الإنسان طبعا، وهذه خصوصية الإنسان فقط، يعني الإنسان سنخ موجود يبدأ بتعبيرنا يبدأ من الصفر ويستطيع أن يصل إلى مقام يقول القرآن قاب قوسين أو أدنى، وتقول الرواية لو دنوت أنملة لاحترقت. هذا المقام وهو مختص بالموجود الإنساني، يعني غير الموجودات عندما صير حجر، افترض هذا الموجود حجر، هسه شقد ما يتكامل وين يقدر يصعد؟ يبقى حجره. نبات هسه افترض شجرة التفاح، ايش قد ما تتكامل هسه هي طولها يزداد، عرضها يزداد، ثمارها تزداد، ولكنه تتجاوز مرتبة النباتية والنمو او ما تتجاوز؟ ها؟ تبقى فقط وظيفتها ان تنمو طولا وعرضا، اكثر من هذا ما. ولكن هذا الانسان، هذا الإنسان الذي له قدرة على أن يتصاعد ويسمو إلى أن يصل إلى ذاك المقام، ويستطيع نفس هذا الإنسان أن يتسافل ويهبط ويهوي إلى أن يصير أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيل. هذه خصوصية الإنسان. ومن هنا فالإنسان مخلوق لم يخلق لأن يقف أساساً، ليس سنخ وجوده وجود يقف، بل وجوده وجود لا يقفي، متحرك دائماً. ولكنه هذه الحركة هسه إما بهذا الاتجاه إما بهذا الاتجاه يختلف. المهم أن الإنسان سنخ موجود متحرك لا ساكن، فإذا كان متحرك والحركة من خصائصها فيها مبدأ وفيها ماذا؟ منتهى. المبدأ نشأة المادة، هسه أين المنتهى؟ هنا يتضح لنا بأنه نحتاج إلى منتهى. هسه هنا يأتي هذا السؤال، خلوا ذهنكم جيدا يمي، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا